السلام عليكم ولادنا وحبايبنا طلبة الصف الرابع الابتدائي، أهلا بيكم من جديد في قناة هنذاكر ونفهم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم معاكم عن منهج العلوم الجديد، المنهج اللي نازل بطريقة جديدة ومحتوى جديد مختلف عن السنين اللي فاتت، منهج 2021-2022. المنهج السنه دي مختلف تماما عن المناهج اللي فاتت، هو فيه شويه افكار يمكن زي نفس طريقه الديسكفر اللي انتوا اخدتوه الثلاث سنين اللي فاتوا، بس معروض بشكل اوضح وكميه معلومات اكبر عشان احنا خلاص كبرنا وبقينا في رابعه ابتدائي. ان شاء الله هنعرض لكم المنهج بمنتهى البساطه، هتحبوه جدا معانا، الماده العلميه فيه جميله جدا، هنشرحها لكم بطريقة مبسطة وهنحكي حواديت كتير وهنقول أمثلة كتير عن حاجات حلوة وسهلة هتحبوها معانا جدا. تعالوا كده نبتدي ونتكلم عن الوحدة الأولى اللي هي اسمها الأنظمة الحية. طبعا الكلمة كبيرة علينا، انت مش فاهم يعني ايه أنظمة حية، ما تستعجلش، هنتكلم حبة حبة عن الوحدة بتاعتنا وهتبتدي انت مع الوقت مجرد ما هنخلص هتفهم من نفسك يعني ايه كلمة أنظمة حية. طيب ايه اول درس عندي؟ اول درس عندي اسمه التكيف والبقاء. طبعا انت لا فاهم يعني ايه كلمة تكيف ولا فاهم يعني ايه كلمة بقاء، الكلام ده بالنسبة لك كبير واول مرة تسمعه. هنقول كل حاجة بالتفصيل الممل وما تخافوش خالص، وهنقولها بمنتهى البساطة وانت بقى من نفسك اللي هتقولي يعني ايه تكيف. تعالوا نبدأ مع بعض، بس كل اللي عليك انك تتابع قناتنا قناة هنذاكر ونفهم، تعمل اشتراك في القناة او سبسكرايب وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو وتكتب لي الكومنت بتاعك او التعليق بتاعك عندي في التعليقات، وده مهم جدا بالنسبة لي. نبدأ مع بعض أول درس النهاردة اللي هو التكيف. يعني إيه؟ هقولك على حاجة مهمة، إحنا في حياتنا ممكن تظهر لنا شوية مشكلات، المشكلات دي تخلينا نضطر إن إحنا نغير أسلوب حياتنا. يعني مثلا لو الجو حر جدا، إنت الجو حر قوي عايز تتغلب على المشكلة دي، فإنت بتعمل إيه؟ بتشغل التكييف، بتشغل المروحة، بتلبس هدوم خفيفة. يبقى دي كانت مشكلة وحضرتك اتصرفت في حل المشكلة. فكرة ان انت غيرت من سلوكك وتصرفت وشغلت التكييف او شغلت المروحة، هو ده التكيف. انا كان عندي مشكلة وتعاملت معاها وخلتني يعني انا اسيب عشان الجو حر اسيب البلد واروح اقعد في مكان يكون تلج؟ لا طبعا، انا موجود في مكاني وجات لي مشكلة، يبقى انا لازم اواجهها او لازم اتكيف معاها. انا هعيش وتعايش بقى مع الوضع اللي انا موجود فيه. خلاص انا دلوقتي الدنيا عندي حر، مش هسافر بقى واروح اعيش في القطب الشمالي عشان الجو حر في الصيف، لا انا بيبقى عندي بديل بتكيف بيه مع المشكلات اللي بتحصل لي او مع التغيرات اللي في البيئة. طب تعالى بقى نشوف حياتنا واحنا في فصل الشتاء، الجو برد عليك جدا، ده معناه ان انت تروح تقعد بقى في الاماكن الاستوائية اللي بيبقى فيها الجو حر؟ لا طبعا، انا موجود في مكاني مش هسيبه. يبقى انا بعمل ايه؟ انا بتكيف مع البيئة اللي حواليا. طب هعمل ايه؟ هتكيف ازاي؟ هلبس لبس تقيل، هشغل دفاية، هشرب مشروبات دافية تزود من درجة حرارة جسمي. يبقى فكرة كلمة التكيف معناها ان انا بتجيلي مشكلة، تغيرات في البيئة اللي حواليا، الجو بيتغير من سخن لسائع. طيب دي بالنسبة لي تغيرات بيئية، دي بالنسبة لي مشكلة، أقدر أحلها إزاي أو أقدر أتكيف معاها إزاي؟ يا إما تلبس تقيل عشان إنت الجو برد عندك، يا إما تلبس خفيف عشان الجو حر. فكرة إن إنت تغير هدومك من تقيل لخفيف، أو إن إنت تشغل التكييف في أوقات، أو تشغل الدفاية في أوقات تانية، هو ده اسمه التكيف. تمام؟ طيب انا عندي مثلا لو عندي منطقة زراعية وانا بزرعها وباخد الاكل منها، الخضار والفاكهة اللي بتطلع باكلها وبتغذى عليها، طيب التربة اللي عندي دي بقت فقيرة وما بقتش تصلح للزراعة، هدني قاعد في المكان دوت ودني مستني بقى لما تحصل معجزة والزرع يطلع؟ لا دي مشكلة، انا لازم اتكيف معاها، لازم احلها، أروح حتة تانية وابتدي أزرعها وأطلع منها الخضار والفاكهة اللي هعيش معاه. يبقى أنا كده كمان تكيفت مع التغيرات اللي حصلت في البيئة اللي حواليا.
يبقى لما أجي أقول لك تؤثر بعض المشكلات مثل ارتفاع الحرارة أو انخفاضها في حياتنا، أو ممكن تجيلي مشكلة تانية، ندرة الماء يعني نقص المية أو كثرتها. لو أنا قاعد في مكان فيه مية كتير، في نهر مثلا، بعيش على المية اللي فيه، طيب أنا كده عايش ومبسوط. طب لو المية دي نقصت والنهر ده جف، أو البحيرة اللي أنا عايش جنبها دي جفت، حصل ندرة في المية، هفضل عايش جنبها؟ لأ، هتصرف وأشوف مصدر تاني للمية. طب لو حصل فيضان والمطرة زادت والدنيا والمية غرقت الدنيا، أنا هعمل إيه في المكان اللي أنا فيه؟ أعيش في الفيضان وأغرق؟ لأ، ده أنا بعمل ببني سد علشان السد دوت يقلل المية بتاعة الفيضان. يبقى أنا كده إيه، حليت المشكلة بتاعتي وتكيفت مع البيئة اللي أنا عايش فيها. مش معنى إن البيئة بتاعتي هيحصل فيها تغيرات إن أنا هسيبها وامشي، لأ، ده أنا لازم أحل مشاكلي معاها عشان أقدر أعمل إيه؟ أتمكن من البقاء على قيد الحياة. إحنا بقى هنتكلم عن بعض الحيوانات اللي قدرت تعمل تكيف لنفسها وتتكيف مع البيئة اللي هي عايشة فيها، زي إيه؟ زي الثعلب. طب هنتكلم عن مين تاني؟ هنتكلم عن الجمل. تعالوا نتكلم عن كل واحدة بالتفصيل. أنا هتكلم أول حاجة عن الثعلب. طيب الثعلب دوت في منه ثعلب صحراوي أو ثعلب الصحراء، وفي منه الثعلب القطبي. تعالوا نبص بقى كده ونشوف الثعلب دوت بيتكيف إزاي مع البيئة اللي حواليه. تعالوا نتكلم مثلا عن لون الفرو. لون الفرو أول نقطة عندي هقدر أتكلم عنها في التكيف بتاع الثعلب هي لون فرو الثعلب. لون الفرو، هو لون الفرو يا ميس بيأثر على التكيف أو إن أنا أتعايش مع البيئة اللي أنا فيها؟ هقولك آه طبعا، الثعلب دوت لون الفرو بالنسبة له مهم جدا. ليه؟ لأن أنا اللي عندي الثعلب الصحراوي، تعالى نبص كده، الثعلب الصحراوي ده لونه إيه؟ لونه بيج أو لونه أصفر شوية، لون الرملة بتاعت الصحراء، صح كده؟ طب لما يبقى لونه نفس لون البيئة المحيطة بيه، كده يقدر إن هو يتخفى من الحيوانات المفترسة اللي ممكن تيجي تفترسه، ما يبقاش باين، يبقى شكله تايه كده في قلب الرملة. إنما لو كان لونه مثلا أخضر أو كان لونه أحمر، لون مخالف عن لون الصحراء اللي حواليه، فهيبقى لونه باين قوي ومميز. أي حيوان يجي يهجم على الثعلب ده هيشوفه بمنتهى السهولة. إنما لو لونه أصفر هو متداري ومستخبي في قلب الصحراء، عين العدو اللي ممكن يجي يفترس الثعلب دوت مش هتشوفه، وبالتالي هو كده بينقذ نفسه من إن أي حد يجي يفترسه. طب تعال نبص كده على الثعلب القطبي، شايف لونه جميل وقمر إزاي؟ لونه أبيض مش زي ده لونه أصفر، الثعلب القطبي لونه أبيض. طب ليه لونه أبيض؟ ما أنا بقول لك أهو، اسمه الثعلب القطبي يعني عايش في القطب الشمالي. القطب الشمالي ده عبارة عن ايه يا ميس؟ عبارة عن تلج كله جليد زي ما انتوا شايفين من ورا الصورة اهي. طيب الثعلب القطبي ده عشان يعيش في قلب القطب الشمالي دوت وما يجيش حد يشوفه يفترسه وينقض عليه ويقتله وياكله، لازم يبقى لونه لون التلج اللي حواليه. شايف لونه تايه ازاي؟ لونه ابيض لون التلج عشان ما يبانش. طب تعالى نتخيل ان الثعلب ده كان لونه اورنج او كان لونه ازرق، مش مجرد ما تبص على التلج كده هتلاقيه لونه باين، يجي اي حيوان تاني ممكن يفترسه او اي صياد ممكن يجي يصطاده. انما لما يبقى لونه ابيض لون التلج اللي هو عايش فيه، هو لونه تايه مش باين، انت عينيك مش هتشوفه، فهو كده يقدر يستخبى من اي حد ممكن يهاجمه. تمام كده؟ طيب يبقى دي أول وسيلة قدر الثعلب إن هو يتكيف بيها مع البيئة اللي حواليه. طب إيه تاني؟ كثافة الفرو. كثافة الفرو، تعال نبص نقارن هنا ما بين الفرو بتاع الثعلب ده والفرو ما بين الثعلب القطبي ده. الفرو هنا الكثافة بتاعته قليلة شوية، فرو صغيرين، إنما هنا شايف الفرو بتاعه كتير وتقيل إزاي؟ طب إيه الفرق؟ هقولك إن هنا الثعلب ده عايش في الصحراء، الصحراء دي درجة حرارتها عالية جدا، هو مش محتاج يبقى عنده فرو كتير. إنما الثعلب القطبي ده عايش وسط التلج،
لازم يبقى عنده فرو كتير قوي عشان يدفي جسمه. انت في الصيف بتلبس لبس خفيف عشان انت جسمك بالفعل دفيان مش محتاج يتدفى، انما في الشتاء تلبس سويتر تقيل عشان جسمك يتدفى. هي بالظبط نفس الفكرة. هتبص على الديل بتاع الثعلب القطبي تلاقي الكثافة بتاعته كبيرة جدا والفرو فيه كتير جدا عشان يقدر يعمل له ايه، يقدر يدفيه. يبقى دي تاني طريقة قدر الثعلب يعمل بيها تكيف مع تغيرات البيئة. ايه كمان؟ الأذن بتاعت الثعلب. الأذن بتاعت الثعلب دي فيها ميزة جميلة جدا، انها بتقدر تلف يمين وشمال مش زينا احنا ودننا ثابتة. انت لو ودنك بتتحرك يمين وشمال، لا ودنك ثابتة، الثعلب بقى ودنه ممكن تتحرك يمين وشمال يمين وشمال. طب ده بينفع في ايه؟ ان هي بتسمع صوت العدو من حواليها، لو في حيوان جاي يفترسها او في صياد جاي يفترسها او في اي عدو جنبها، هو سامع كويس جدا وودنه جايبة من كل الاتجاهات. ممكن هو كمان يسمع صوت الفريسة اللي هيجري وراها عشان ياكلها، وبالتالي يقدر يتغذى ويعيش. يسمع صوت الفريسة دي جاي منين فيجري وراها ويبتدي يعيش. طب ايه كمان للثعلب؟ الاسنان الحادة. شايف الثعلب ده اسنانه رفيعة وحادة ازاي؟ اسنانه بتبقى رفيعة جدا وقوية جدا. طب هو بيستفيد بايه في الاسنان الحادة دي؟ انه بيقدر ياكل اللحمة، يقدر ينقض على الفريسة بتاعته وياكل لحمها، وبالتالي يقدر يعيش. تمام كده، انا اتكلمت عن الثعلب وعن طريقة تكيف الثعلب مع البيئة المحيطة بيه. طيب نتكلم عن مين تاني؟ تعالوا نتكلم عن الجمل. الجمل دايما كنا من واحنا صغيرين نعرف ان الجمل اسمه ايه؟ اسمه سفينة الصحراء. الجمل اسمه سفينة الصحراء. طب ليه بنقول عليه سفينة الصحراء؟ هقول لك ليه بقى. الجمل ده ممكن يعيش في الصحراء لمدة طويلة جدا جدا من غير ما ياكل ولا يشرب. انت عارف ان الصحراء الزرع فيها قليل جدا والمية كمان فيها قليلة جدا. انت تقدر تروح تعيش في الصحراء؟ ما تقدرش. ليه؟ لان الاكل فيها قليل والمية فيها قليلة. انما الجمل يقدر يعيش في الصحراء ويقدر يتكيف مع نقص المية ومع نقص الاكل. دي بالنسبة له مشكلة، بس هو بيقدر يتعامل معاها ويتكيف معاها. ازاي؟ عنده حاجتين مهمين جدا. اول حاجة وجود السنم. يعني ايه سنم؟ شايف القبة اللي فوق دي، الحتة المرتفعة اللي فوق دي، دي بقول عليها سنم الجمل. في جمل يبقى عنده سنم واحد زي ده، وفي جمل يبقى عنده سنمين كده، واحد كمان هنا تاني جنب ده، يبقوا اتنين جنب بعض. طب السنم ده بيعمل ايه؟ السنم ده الجمل بيقدر يخزن فيه الاكل والمية. تمام؟ يعني لو الجمل ده قعد اسبوع في الصحراء مش لاقي حاجة ياكلها ومش لاقي حاجة يشربها، يبتدي هو يستخدم المية والاكل اللي مخزنهم في قلب السنم بتاعه ده، وبالتالي يقدر يعيش وما يموتش. انت تقدر تخزن الاكل في معدتك لمدة اسبوع ولو جعت تطلعه من معدتك تاني وتاكله؟ لما تقدرش. الجمل بقى يقدر يعمل كده. كمان السنم بتاع الجمل دوت فيه كمية دهون كتير، فالدهون دي بتدي الجمل الطاقة اللي جسمه محتاجها. تمام؟ طب ايه تاني الجمل بيقدر يتكيف بيه؟ الجمل بيقدر يتكيف كمان بالخف اللي في رجله. شايف رجل الجمل عاملة ازاي؟ بنقول عليها خف الجمل. بتبقى خشنة وطبقة سميكة جدا جدا، مش زي رجليك. لو قارنت خف الجمل بيبقى ناشف وحاد جدا كده، وبيبقى طبقة سميكة عامل زي الضوافر كده، بقول عليها خف الجمل. ولا الجمل له رجلين وفيها جلد خفيف زي جلدك؟ لا طبعا، انت بتقدر تلبس شوز، فرجليك انت بتحميها من الحرارة اللي في الارض. انما الجمل ده ماشي في قلب الصحراء، يعني الارض فيها بتبقى سخنة جدا جدا. يقدر الجمل يمشي بالجلد بتاعه زينا كده ويتلسح؟ لا، لازم تكون عنده حاجة سميكة جدا
طبقة سميكة جدا جدا وخشنة يقدر يتعامل بيها ويمشي بيها في قلب الصحراء زي الشوز بتاعك بالظبط. ايه هي بقى الحاجة دي؟ اسمها خوف الجمل، يقدر يمشي بيها في الصحراء من غير ما يحس بحرارة الأرض اللي تحت منه. طب هقولك على حاجة كمان صغيرة، انت عارف ان الجمل عنده في عينه جفن تالت شفاف؟ عارف الجفن بتاع عينيك ده؟ الجمل عنده جفنين زي اللي عندنا، تمام؟ وعنده جفن تالت كمان شفاف، بس ما تقدرش انت تشوفه من بعيد، لازم تركز عشان تشوفه. طب الجفن الشفاف ده بيعمل ايه اللي على العين ده؟ الجفن الشفاف ده لو الصحراء فيها رياح، الرياح دي طبعا مليانة متحملة بالرملة، طب ينفع الجمل يمشي والرياح اللي فيها رملة دي تدخل في عينه ما يشوفش؟ لا، بيجي الجفن الشفاف ده بيطرد اي رملة في الرياح اللي جاية على عين الجمل، وبالتالي حبوب الرملة دي ما تدخلش في عين الجمل. تمام؟ كده احنا عرفنا ازاي الثعلب بيتكيف مع البيئة لما تواجهه اي تغيرات. كده عرفنا الجمل كمان بيقدر ازاي يتكيف مع البيئة. طيب هناخد مين تاني النهاردة؟ نيجي نتكلم بقى عن سؤال صغير كده، ما هي الطرق التي ساعدت هذه الكائنات على التكيف أو التغير بمرور الزمن؟ إزاي الثعلب الصحراوي أو الثعلب القطبي؟ إزاي الجمل؟ إزاي شجرة جوز الهند قدرت تتكيف معانا مع تغيرات البيئة؟ طبعا انت هتقول النقط اللي احنا اتكلمنا عنها. طيب بيقول لي سؤال تاني، ما سبب تغير سلوك هذه الكائنات؟ الكائنات دي اتغيرت ليه؟ بسبب التغيرات البيئية. طالما ظروف البيئة اتغيرت يبقى الكائنات دي كمان لازم تغير السلوك بتاعها وتعدله عشان تقدر تعيش. زي ما احنا قلنا، انت لو في الصيف هتغير سلوكك وتفتح التكييف، طب لو في الشتاء هتفتح التكييف برضو؟ لا، ده انا هفتح بقى الدفاية، فانا عشان كده بغير سلوكي نتيجة تغيرات البيئة. طيب السؤال اللي تحت، هل يمكن التفكير في طرق تغيير البشر لملابسهم للتكيف مع البيئة؟ احنا لسه قايلينها، طبعا يمكن التفكير في تغيير الطرق دي، عشان انا في الشتاء بلبس ملابس ثقيلة وفي الصيف بلبس ملابس خفيف. نتكلم بقى عن ايه؟ حاجة جميلة جدا وهتتبسطوا بيها قوي، هنتكلم عن الخفافيش. عارفين الخفافيش؟ عارفين الخفاش؟ عارفين الكرتون بتاع باتمان؟ مش دايما نقول كرتون باتمان اللي هو الرجل الخفاش؟ احنا بقى هنتكلم عن الخفاش. الخفاش بقى ده فيه حاجات كتير بتخليه يتكيف مع البيئة بتاعته. اول معلومة عايزاك تعرفها عن الخفاش، ان الخفاش ده طائر ومن الثدييات. انت عارف ان كل الطيور بتبيض والبيضة بتفقس تطلع طائر صغير جديد. الخفاش مش بيبيض، الخفاش يلد لانه من الثدييات، يعني الخفاش بيولد مش بيبيض. دي اول معلومة لازم تعرفها. طيب هنعرف ايه تاني عن الخفاش؟ ازاي بقى الخفاش بيقدر يتكيف مع البيئة اللي حواليه؟ الخفاش ده عنده ايه؟ عنده اجنحة رقيقة، شايف الجناح بتاعه رقيق وشفاف ازاي؟ الاجنحة الرقيقة دي بتساعد الخفاش على الطيران. لو ما كانش عنده الاجنحة الرقيقة دي وكان عنده اجنحة تقيلة وسميكة جدا، كان هيقدر يشيل جسمه ويطلع بيه؟ لا، ده عنده اجنحة تقيلة متقلاه مش عارف يطير. انما لما تبقى اجنحة رقيقة هيقدر تبقى جسمه خفيف ويقدر يطير. طب عنده ايه تاني؟ الفم بتاعه عنده اسنان حادة، الاسنان الحادة دي بيعمل بيها ايه؟ يقدر ياكل بيها الاكل بتاعه. طيب حلو جدا. الخفاش عنده ايه كمان؟ الخفاش ده عنده حاجات كتير قوي يا ولاد ومهمة جدا لازم تعرفوها. الخفاش ده، عشان قبل ما نتكلم برضو، انتوا فاكرين ان الخفاش ده كائن مرعب؟ لا، الخفاش ده كائن مش مرعب بالنسبة لنا خالص، ومفروض ان احنا ما نخافش منه. ليه بقى ما نخافش من الخفاش؟ لان الخفاش مش بيعيش على الدم بتاعنا. لا، ده هو نسبة قليلة جدا من انواع الخفافيش هي اللي ممكن تعيش على الدم، انما 95% من انواع الخفافيش بتعيش على ايه؟ بتتغذى على الحشرات، فاحنا المفروض ان احنا ما نخافش منها. تمام؟
يبقى تاني حاجة في أنواع التكيف خفافيش هي الفم والأسنان الحادة اللي بتمكنه من إن هو يحصل على الغذاء بتاعه. طيب إيه كمان؟ عندنا الشرايين. انت عارفين ان احنا جسمنا ماشي فيه عروق صغيرة بيمشي فيها الدم، العروق دي بنقول عليها شرايين. طيب الخفاش ده ممكن يعيش وهو واقف بالمقلوب. طب لما الخفاش يعيش وهو واقف بالمقلوب ايه اللي هيحصل؟ زي ما انتوا شايفين في الفيديو كده، ايه اللي هيحصل للخفاش ده؟ ازاي يقدر يعيش بالمقلوب كده؟ انت تقدر طول الوقت تفضل نايم واقف بالمقلوب كده؟ لا ما تعرفش. الخفاش ممكن يقف بالمقلوب كده لمدة طويلة جدا. طب ازاي يا ميس هو الدم دوت مش بينزل في دماغه؟ اه ما انا هقولك على حاجة، الدم ده الشرايين بتاعة الخفاش فيها حاجة اسمها صمامات. الصمام ده يعني ايه؟ الصمام ده يعني زي محبس المية كده، بيفتح ويقفل. الصمام ده بيخلي الدم، انت لما بتفتح الحنفية المية بتنزل عليك ولا بتنزل وترجع في الحنفية تاني؟ لا ده هي بتنزل على ايدك انت في الحوض، ما بتلفش وترجع في المواسير تاني. يبقى الصمام ده الحنفية دي هي اللي خلت الدم يمشي في اتجاه واحد، زي ما انت لما فتحت الحنفية خليت المية تنزل في اتجاه واحد من المواسير على الحوض، ما رجعتش تاني للمواسير. الشرايين بتاعت الخفافيش فيها حاجة اسمها صمامات. قلنا الصمام ده زي ما بنقول محبس المية أو الحنفية، بتخلي الدم ينزل لحد الراس بتاعة الخفاش ويمشي في اتجاه واحد، تمام؟ عشان كده بيقدر يعيش بالمقلوب. طيب نتكلم عن ايه كمان؟ الخفاش عينيه، بيشوف ولا ما بيشوفش؟ احنا فاكرين ان الخفاش ما بيشوفش، لا الخفاش بيشوف بس عينيه صغيرة والرؤية عنده ما بتبقاش عالية، بتبقى ضعيفة شوية، تمام؟ طيب ايه كمان بالنسبة للخفافيش؟ الخفافيش ليها حاجة وظيفة مهمة جدا جدا، ايه هي؟ انها بتقلل من الحشرات. الخفافيش دي بتعيش في الغابات وبتتغذى على انواع كتيرة من الحشرات. الحشرات دي ممكن تعمل تآكل وامراض في الايه؟ في الغابات بتاعتي وتدمر لي الغابات، زي الخنافس والحشرات الصغيرة دي ممكن تاكل الاشجار اللي موجودة عندي في الغابات، فبتيجي الخفافيش تاكل الحشرات الكتيرة الزيادة دي عشان تحمي النباتات اللي موجودة عندي في الغابة وما تدمرليش الغابات، تمام؟ طب ده أنا عندي كمان بقى حاجة مهمة جدا جدا في الخفاش، تلقيح النباتات. دي وظيفة مهمة جدا جدا من الخفافيش. الخفافيش بتقدر تعمل تلقيح لحوالي 500 نوع من النباتات. طب يعني ايه يا ميس اصلا تلقيح النباتات؟ تلقيح النباتات معناه ان هي بتنقل حبوب اللقاح بتاعه النبات من مكان لمكان عشان يقدر النبات دوت يتزرع في اماكن كتير ويتكاثر. طيب عارف زي مين؟ زي النحل. النحله انت عارف ان النحله بتقف على الزهره وتاخد منها رحيق الازهار عشان تعمل منه العسل. طب هي النحلة بتقف تاخد رحيق الأزهار بس وتمشي؟ لا، ده النحلة وهي ماشية بتاخد معاها شوية حبوب لقاح، وتاخد حبوب اللقاح دي طول ما هي بتطير بترمي حبوب اللقاح دي في أماكن مختلفة، وبالتالي بتلاقي النباتات بتاعتي بتطلع في الأماكن المختلفة دي، فهي بتساعد على تكاثر النباتات وانتشار النباتات دي في كل حتة. طب الخفافيش بتعمل كده؟ آه الخفاش هو كمان بياخد البذور بتاعة النباتات ويبتدي يرميها في أماكن كتيرة، فتبتدي تساعد على تلقيح النباتات ونمو الأشجار بتاعة النباتات دي في أماكن كتيرة مختلفة. إيه كمان؟ عندي خاصية مهمة جدا جدا في الخفاش اسمها صدى الصوت. طب هو إيه أصلا يا ميس صدى الصوت ده؟ أنا مش عارف يعني إيه صدى صوت. هقولك يعني ايه، انت لسه في سنة رابعة ولسه صغير ولسه جديد عليك مادة العلوم، احنا بقى هنقولك يعني ايه صدى الصوت، بس بشرط تعملي لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب في القناة. صدى الصوت لما انت تبقى قاعد في اوضة فاضية خالص ما فيهاش عفش وما فيهاش اي حاجة، وقافل الشبابيك وقافل الباب والاوضة فاضية خالص،
وتبتدي انت بقى ايه تتكلم، تلاقي زي ما انت لو ندحت على نفسك تلاقيك بتسمع الصوت مرتين، يعني تقول يا احمد وترجع تسمع الصوت تاني احمد، صوت جنبها كده يجي بعدها بهدوء كده يا احمد، تلاقي صوت تاني صغير يقولك احمد. الصوت اللي اتكرر تاني ده هو ده صدى الصوت، انت ما فيش حد معاك بيرد عليك في الاوضه، انت واقف لوحدك، هو ده صدى الصوت. ليه حصل؟ عشان انت وانت بتنده وبتقول يا احمد الموجات اللي بتطلع من صوتك دي خبطت في الحيطه ورجعت ردت عليك تاني، زي ما بتيجي تخبط الكوره في الحيطه وترد في وشك تاني، الموجات اللي خرجت من صوتك دي خبطت في الحيطه ورجعت ردت تاني على ودنك، فانت سمعت اسمك مرتين. طب الخفاش بيعمل ايه؟ الخفاش بقى جميل جدا، بيستخدم خاصيه صدى الصوت. انا قلت لك ان هو ما بيشوفش كويس صح، يبقى هيعوض ضعف النظر دوت بقوه السمع، بيبقى عنده خاصيه صدى الصوت. لما بيجي يطير هو مش شايف قدامه، مش عارف هو قدامه حيطه هيخبط فيها، قدامه شجره هيخبط فيها، قدامه حيوان تاني ممكن يخبط فيه، فبيعمل ايه؟ طول ما هو ماشي بيطلع بيصدر اصوات، يمشي طول ما هو ماشي يطلع صفاره من صوته، طول ما هو ماشي يصفر. لو هو ماشي بيصفر والصوت دوت مرجعلوش تاني بيبقى عارف ان المكان قدامه مفتوح، انما لو هو بيصفر وسمع صدى الصوت بتاع الصفاره يعرف ان في حاجه قدامه صوته خبط فيها فرجع على ودانه مره تانيه، عشان كده سمع الصوت مرتين. يعني لو هو ماشي وعمل صفاره والصفاره دي رجع سمعها تاني، ده معناه ايه؟ معناه ان قدامه حيطه خبط فيها الصوت اللي هو طلعه دوت ورجعت ردت في ودانه تاني، فالخفاش ساعتها يعرف ان في حاجه قدامه في طريقه فما يكملش مشي في السكه دي، تمام؟ فالخفاش عنده طريقه جميله جدا للتكيف مع البيئه بما ان هو ما بيشوفش كويس. ايه هي؟ صدى الصوت. يبقى لو جينا بصينا عن دراسه الخفافيش هنلاقي ان الخفافيش بتتكيف مع البيئه بكذا طريقه. اول حاجه الخفافيش تنام في وضع مقلوب، يعني راسها لتحت. طيب الخفافيش ليها تركيب جسدي يسمح لها بالطيران، ليه؟ لان قلنا ان عندها أجنحة، الأجنحة دي رقيقة وخفيفة بتخليها تطير زي الطيور، رغم ان احنا قلنا ان الخفافيش دي من الثدييات. طيب الخفافيش تتغذى على البعوض، الناموس، والحشرات، قلنا الحشرات الضارة اللي ممكن تعمل تآكل في الغابات، فلما هي الخفافيش تاكل الحشرات الضارة الزيادة دي أقدر أنا أحافظ على النباتات اللي موجودة في الغابة اللي عندي. طيب قال لي إيه كمان؟ الخفافيش كالنحل، زي النحلة والفراشات، بتساعد النباتات والزهور. قلنا إزاي؟ قلنا إنها بتنقل حبوب اللقاح من مكان لمكان، أو بتنقل البذور بتاعة النباتات من مكان لمكان، فأقدر أخلي النبات بتاعي يتكاثر في حتت كتير. طيب نعرف معلومة كمان، الخفافيش حيوانات ليلية، يعني الخفاش بيبقى طول النهار نايم، يجي بالليل يصحى ويبتدي يتحرك، يعني تكون أكثر نشاطا في الليل، بالرغم من أنها لا يمكنها الرؤية جيدا ليلا، الخفافيش دي ما بتقدرش تشوف كويس بالليل، ومع ذلك كل حركتها وكل نشاطها بيبقى بالليل. طب احنا قلنا هي بتعوض ضعف الرؤية دي بإيه؟ قلنا بصدى الصوت. يبقى تنتقل اعتمادا على طريقة تحديد الموقع أو المكان بالصدى، بتقدر تحدد المكان اللي هي فيه عن طريق صدى الصوت. أتمنى تكون الحصة عجبتكم وتكونوا فهمتوا كويس ويكون الدرس خفيف وسهل علينا إن شاء الله. انتظروني الحصة الجاية في الفيديو جديد، هنكمل بقية الدرس وهنشرح بقية الوحدة فيديو ورا فيديو، هنكون خلصنا المنهج إن شاء الله.